السلام عليكم. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة تقليم النعناع المرة التانية. هو بقى كبر وبعدين انا قلمته فكبر تاني فيتقلم بقى تاني. الطريقة اهي يا جماعة. بنقلل من على وش الأرض 5 سنتي ولا حاجة، ونسيب الباقي الجذور تكمل تاني. وناخد الأوراق بقى، ممكن نستفيد بيها بحاجة تانية يعني، نخليها في البيت. كده احنا قلبنا النعناع. اي ورق بقى زيادة قديم على وش التربة بنشيله وننضفها. كده النعناع اتقلم. زي ما احنا شايفين كده احنا قلبنا النعناع، ان شاء الله كمان شهر هتلاقيه طلع تاني، جد التاني في نفس التوقيت والورق بتاعه كبر تاني. تحياتي.